عملك اذا ابوك قرر يشتغل فيني بيكبني برا شغلي، يعني بابسط الامور بيحمل حاله بيروح لعدنون بيقول له والله هيك 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 عم بيصير، انا بصها بالطريق. لك شو اجذب انت، عم اقول لك مستحيل يحكي. ليه؟ لانه بفتح هو المدام تبعه. يعني انت متخيل لو انا بروح بقول لنور عنه شو ممكن يصير؟ شو بده يصير يعني؟ حبيبي بي ومسكته من ايده، بيحكي بحكي وبيعرفني بعملها كثير منيح، مش فارقه معي شيء. بقى ريح لحالك.